Get jazzy on me. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my bonds. It's now happening in the stock market, and that's good. Breaking news now, your 401k taking a historic hit today. The Dow with another triple-digit dive, almost off 400 points. That's right at a 1,500-point loss for the year. Oil has plunged as well. Look at all the major indices that are there today. Everything is in the red. From Home Depot to Intel, everything is down. And largely that's because of oil, of course. Oil at least leading the way. The Dow was down almost 1,600 points for 2016 earlier in the day. Over in the wall, you'll be able to see how the Dow's done so far this year. ويلي 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 الله يعين العنده وعيله عايش على الشمعة مخلوق حبيبي امنا بالكيل لحظة 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 وين لحظة وين لحظة وين ما هي أسباب الطلاق؟ أسفلت من اللجوء إلى القضاء ورفع دعوة؟ هل مصير طفلك متعلق قرار المحكمة؟ هل الخبر صحيح؟ هلا هي وين؟ هي هل ستبقى مع أمها؟ لحظة عنتر سوري ما في كوينز سوري ما في كوينز لحظة يا جماعة لحظة لحظة إذا بتريدوا روق يعني أنا بتشكر كتير اهتمامكم إنه جايين عم تطمنوا علي أنا منيح وبألف خير والحياة ماشي حالها فيها طلوع ونزول بس إنه بتصير مع كل العالم بس معلوماتكم شوي مش دقيقة يعني لأنه أنا ما عندي بنت إيه وما رح طلق لأنه أساساً مش مجوز مين عم بيحكي عنك اصلا نحن شو خصنا اذا مجوز او مطلق يسيبك بالراب السخن نحن شو لنا علاقه نحن عم نحكي عن دومينيك مين دومينيك ايه في حد ما يعرفش دومينيك عتريس خشوكا ناتور لا اذا بتريدي ما تقولي ناتور انا سكيورتي دومينيك يا اهبل حكيم انا ما بحضر مسلسلات ولا بسمع اغاني ولا بحضر فيديو كليبات لاني اصلا ما بحضر تلفزيون لك وينك يا شكيب يا زفت سكيورتي الو ايوه يلا مين في شكيب وينك؟ إيه؟ لا انا مش شكيب، شكيب اخذ فرصة الشركة بعتتني بداله انا وعنتر لك هلا بدك تحكي لي قصة عنتر وليلى؟ لا لا مش ليلى عنتر، ماكس وعنتر مين في تحت هالضجة؟ ما بعرف صحفية ما بعرف شو ما منيح، ما تخلي حدا يفوت وهلا اطلع لعندي فورا اوكي يلا يلا لحظة 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 أي طابق؟ اوكي بعتذر انا لازم سكر الباب
يلا شو بيه هيدا تأخر؟ شو قصتك ساعة لتطلع لعندي؟ كنت طالع الدرج لك ما كان بدي اتاخر عليك لانه الاسانسير كان على 12 ولا مش طبيعي انت مش طبيعي فوت يلا أخذ فرصة فبعتد لي الشركة محلها أولا؟ هدول العالم واقفين تحت مين؟ ليش عم يصرخوا؟ شو بعرفني عم يسألوا عن وحدة ساكنة بالبناية مطلع مدري شو عامل لمطلع وبنته محاكم واخبار وبتغني مدري بتمثل اسمها دومينيك ايه هبيلي من هاودي فخلص ما تعتليهم أنا بقى أنا بهتم فيهم بس بينزعل عليها بينزعل عليها لا اصلا الصحافه مش ضروري يدخلوا بحياه العالم يعني اصلا ما هيدي خصوصيات يعني هيدي حياتك الخاصه وهني ما لهم علاقه فيها ابدا ما لهم علاقه فيها انا هبيلي ليك كم صحافة في تحت؟ ما بعرف تعرف من أي تلفزيونات؟ هلأ بشوف لك قل لهم ما بدي أنزل تعبانة خلص ما قلي جليدة ليك يا سيكوريتي عنتر شو عامل؟ والله ما بيعمل شركة يا جماعة دومينيك بدها تعمل تصريح ولك خليكن يا خير مبسوط؟ عجبك هيك؟ هلأ بتجي المدام شو من قلها؟ وأنا جيت وينهم؟ مين؟ شو مين؟ صحافة وينهم؟ فلو لوين فلو؟ لوين فلو يا أستاذ؟ بريك غدا ولا؟ وهيدا مين؟ هيدا عنتر دومينيك عنتر مرحبا يا جماعة أنا ماكس بيي كان يشتغل مدرب كلاب وكان عنده كلب بيحبه كتير لما أنا شرفت على الحياة قرر يسميني على اسم الكلب قال هيك بيصير في عنده 2 ماكس واحد بيعوي وواحد بيبوي اي نعم هيك كان ينكت بيي مهضوم بيي ما هيك من صغرتي كان واضح علي اني بحب التجارة والبزنس اي انه ما كنت وقف تبواية قبل ما الوالد يعطيني 2000 ليرة وكبرت وسافرت على امريكا وكملت درسي هونيك طبعا درست بزنس واشتغلت بوول ستريت ومثل كل اللبنانية بس يسافروا لبرا كان همي المصاري فتحت شركتي الخاصة وقال الكريم خد وبما انه بالبورصة ما في شيء اسمه صداقات قررت جيب كلبي سليم شو سميته؟ سميته عنتر على اسم بي اي نعم يعني المثل بيقول من سواك بنفسه ما ظلمك يلي بيفهم بالبورصة بيعرف انها لعبة خطرة يعني بغلطة صغيرة بغلطة كتير صغيرة خسرت كل شيء وكانت النتيجة
ديون متلتلة وإفلاس وحجز على الأملاك. ومثل كل اللبنانية بس يقفلسوا، ضبيت هالكم بنطلون وقميص يلي بقيولي، حملت عنتر ورجعت على لبنان. أهلي كانوا أذكى مني وتركولي البيت قبل ما يتوفوا. سكننا فيه أنا وعنتر وضلينا حبسين حالنا لفترة كتير طويلة لقدرنا نستوعب شو صار معنا. بلبنان قدمت على شغل ضمن اختصاصي وقلت لحالي يا صبي انشغل بول ستريت، لازم ضروري تفيد البلد بخبرتك. وطبعا لقيت شغل سيكيورتي، الله وكيلكم سيكيورتي. وحتى وظيفة سيكيورتي كانت رح تكون كتيري على رقبتي لو ما عنتر، لأنه كانوا بحاجة لكلب ذكي ومدرب للحراسة فشغلوني بدربه. شكرا عنتر، الله يخليك. عنتر عكسي تماما، قدر بسرعة كبيرة يعمل علاقات اجتماعية ويصير عنده شعبية بالحي. شوفي أحلى خيار بالمنطقة أطفال اليوم، صدقيني. أبو صلاح الخضرج بحبنا كتير أنا وعنتر، ووجه بشوش مع كل أهل الحي، يعني بالمختصر المفيد رجال منيح. كل يوم بيجي بيشتري، بس لو ما عادته يلي ما بيقدر يبطلها. سلمي عليه، طيب كتير بيفهم. سلمي عليه، سلمي عليه، بيسلم بيسلم. سلمي عليه ولك سلمي. يلا من زينون تكرم عينك. ومين قالكن انه العالم ما بيغاروا من الكليب؟ رز الله على ايام اللي بس يلعن ابو الكوليسترول شو ابن حرام. ابو فؤاد بيحب النسوين، والنسوين بيحبوا عنتر. نارا يا كلب. فطبيعي ابو فؤاد عفوا عنتر. دخيلك ما تاخذني، مش لقلك ابدا، عم بحكي مع عبود جوا. فريق حارة لكريم أقوى هجوم بالمنطقة، بس نحنا حاجة تهزوا بالصفصاف، عنا حارس ما بيخاف. وهيدا كرم ابن جارتنا عواط، خبرة 7 سنين بتفادي الإصابات المباشرة. يلعن أبوك يا ابن الكلب، ولمن عم تروح بالمصاري، ولما أعطيك 5000 لا تروح تشتري الأغراض بترجع. عواطف تركت شغلها كميك أب أرتست وعم تتفضل تربي ابنها، عم تجرب وحياتكم عم تجري، بس بعتقد انه هو اللي عم بيربيها. اخ يا ربي خذني لعنده وريحني بقى. وين راحوا الخمسة تلاف؟ ضيعتهم؟ اشتريت فيهم شيبس وشوكولا؟ طب ما قال لي لساعدك. اخذهم غضبان. مين غضبان؟ هذا واحد بيجري عنا الحي، وصارت له ضيعه مكسره. اذا ربحتك بتاخذ 20,000، واذا خسرت بقشتك 1,000. نصاب يعني. مني 100,000 ومنك كل المصاري اللي على الطاولة. بس مش أنا رح كابش. يعني ما بعرف كيف ماشي هالبلد. نعمل مشروع ندفع دم قلبنا عليه لنشيلها زبالة من حضن العالم وضيعهم، ومناخد موافقة كل السياسيين. لما يجي الجد الكل بيهرب. ما انت بتعرف وضع البلد ومشاكله هالفترة. ليش في شيء اهم من الزبالة يعني؟ خلصنا بقى بتلنا اياها. حاجة اللي بيك بأمرك يا بيك. طيب كل الرخص موجودة؟ ايه نعم موجودين. اعطيني هيدي موافقة البلدية، هاي وزارة البيئة، هيدي وزارة الأشغال، هيدي وزارة الصحة. بقرا لك اياهم وحدة وحدة يعني؟ لا مش الحال يا بيك. ما بقت اللي بيك. بأمرك يا بيك. باي نديم. بلزم منك وحيد بيك. لك لا انت فيك تقول بيك. عندي احساس انه في مين عم بيعرق الموضوع، وانه له مصلحه تكون الزباله بالشوارع.
كرمال هيك لازم تتصرف يكون عندك حل وتحكي مع حدا. أنا أحكي مع حدا؟ لك أنا عم بعمل أهم معمل تكرير نفايات بالشرق الأوسط. أنا أحكي مع حدا؟ لك أنا مصاري مش جايين لإلي، جايين للبلديات. هن لازم يركضوا ليسهلوا الموضوع. ما هيدي هي المصيبة، إنه كل المصاري رايحة للبلديات. أنت بدك تفيد البلد، بس بلد ما بده يستفيد. مبسوط بحاله هيك. إيه بس هيدا بلد المحسوبيات، ولازم يكون عندك ظهر تشتغل. بجيب لك ظهر إذا بدك. نعم؟ أنا قصدي زيارة صغيرة لعند معالي. ثلاث ثواني بينتهي كل الموضوع. هو صح الزيارة صغيرة، بس الشنطة كبيرة. اسمعوني منيح يا شباب. المعمل بده يمشي يعني بده يمشي. أنا كل اللي بهمني مصلحة البلد ومصلحة الشعب. يلا داد رد بقى رد. يلا أم إبراهيم يلا يا ها يلا. أوكي رجعي لي شوي لورا نكزي هيك. أيوة أوكي خليني أشوف. أم إبراهيم رجع بليز شوي لورا نو حياتي هيك ورا ورا لورا. أيوة هيك منيح ميم. قربي هيك شوي انت قربي وكف. خذي كلب؟ ايه رح اقنعه. لك يقبلني جمالك يا قشطة. قشطة يعني حلوة. بعرف شو انا قشطة بس من وين جايبة هالكلمة؟ من التي في. ليك ادم مش كل شي بتسمعه على التي في بتعيده. ييه اذا بننقصها بتجن واذا قلنا لها قشطة بتجن. غريبين انتو النسوان. يا عمي انت شو عم تحضر برامج؟ خلاص عيني بعتذر. تعرف شو مشكلتك؟ امي مهضوم. تتعرفي قديش بحبك؟ جبتلك الشيبس اللي بتحبيه. حياتي يومي بدي ما شو تقوم تفتح الباب انت ما تعذب حالك. والله العظيم شغلي. نام نام. الزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة. الزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة. لك يا مسعد حاج تخبط هلا بتوع عليك عواطف. يا خيال عواطف هون مهضوم يا مسعى. بس هيناكم مسوح عالبواب يلاقونا وين زقفتوا كتير كتير تشتكتم تشتكتم بتكونوا بتحبونا وين زقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا شاكلكم ما بتحبونا. منيح هيك منيح هيك. وانت ليه نايم من هلا؟ مسعد الساعة 12 يعني في ناس بتنام بكير وبتوعى على 6 الصبح مش مثلك على 12 ونص. مسعد بشرفك ما إلي خلق بلدتك هلا شو بدك؟ عملت لحن واو فظيع وراح أعطيك شرف تكون أول واحد بيسمعه. أساسا أنا أصلا أول واحد وآخر واحد لي حدا قاله خلقك مثلي. مسعد عم نمزح معك للشباب ما بقى تحمل مزح هلا منيح خلص غني يلا سمعنا يا فنان. يا مسعد
شو ببوسك براسك هلا؟ خلص نسيت الغنية واللحن وبطلت أعرف دق عود. طيب عرفت أنا فايت كفي نومتي. لا 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 عود 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 لك الغنية تذكرتها هلا هلا تذكرتها. ليك موضوعها هودي اثنين كانوا يحبوا بعض صار لهم فترة طويلة. بيقول لك كلام حلو بتقول له كلام حلو وإذ تقلب عليه بتعوره؟ لمين؟ مش قلبت عليه؟ لك قلبت عليه بمشاعرها. لقيمة. ايه سمعني سمعني. ايه اسمع. بالله مسيو بتقول مي تو بالله مسيو يو بتقول مي تو هلا بتقول بتقول ثانك يو هلا بتقول بتقول ثانك يو يا ريت بنرجع مثل ما كنا تيجي لعندك تيجي لعنا بتمدى تحدك بوسك عخدك واسأل شو بدك سوا نتهنى ولا مسير بتقول ميتو هلا بتقول بتقول تانك يو لحظة العرب الأخيرة يو انت ما حدا طلب رأيك وانت شو رأيك يعني يعني في تطور وتغيير واصلاح خلص اللحن الطرب القديم طح هلا ديرج موده هزلي تهزلك بس غريب يعني كيف قدرت تعمل كل هالنقله من هون لهون انه وين راحت الشعب يريد عبد الوهاب ما هو مدير اعماله للفنانه غرام بده ياني ادربها على الغنى واكتب لها ولحن لها يعني هو مش مدير اعماله يعني هو خطيبه عرفت كيف هو مش خطيبة يعني هو صاحبة بس إنه كرمال قدام العالم ما يطلع عليها صيت ما بيسوى مين غرام؟ لك هيدي اللي فرجيتك صورتها مبارح بالمجلة شو بنا؟ هيدي اللي هالقد هيك طيب إذا هالقد وفلتتهم بين العالم عتليني هم إذا صاحبي هلأ أنت شو فارقة معك إذا فلتتهم بين العالم أو على العالم المهم الزلمة دافع عنا كمشة مصاري لو عبد الوهاب بزيته كان أخدهم ولحن معي مهم زينة يا ماكس لازم أمن عليها قبل ما موت بدي إياها تلبس أحسن لبس وتاكل أحسن أكل وأهم كل شيء تمشي كل ما أشوفها على الكرسي قلبي بيتقطع بعد جمعة بتطبق 18 10 سنين منه صار لها على الكرسي ومن 10 سنين لهلأ أنا ما دقت طعم النوم أبدا صار الحزن ساكن فيي وببيتي وبتيابي وبعودي وبلحني بس هلأ خلص هلأ ما بقى في حزن كله فرح في أغاني في مصاري بدي أشتغل كل شي كل شي بس زينة تمشي تمشي يا ماكس أدم بدي كسر داد اي مس يو شو عامل لك ادم داد بليز 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 دخيل اجريك جيب له كلب كلب ايه ليش نايمه هون لانه كنت ناطرتك دايت لك شي 100 مره ما ردت علي سوري حبيبتي والله كنت مشغول كثير نام الازعر الأزعر خرب البيت كسر الدنيا هلكني تعشى وانام انت اكلت عبقول شو نسيت قد منك مهضوم بدي دلي حياتك مثل ولاد صغار يعني يلا 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 غير تيبك قوم والحقني على الاكل محزر شو ام ابراهيم نامي فانا رح اكل العشاء يلا بعد
تات خليك منتبه لأنه البيت ملخم. اللي مثلك لازم ينتبه. أنا أكلتها. أنا صار لازم ودعكم خبركم عني. أنا كل القصة لو منكم ما كنت بغني. أنا لازم ودعكم خبركم عني. اه والله نايم نص التخت كمان. ماشي يا عنتر ماشي ماشي. انا رح نام برا بس من بكره نومتك بالحمام، فاهم ولا لا؟ يا كلب. انه شو متوقع؟ حسابات فلتين وزعرانات وانت مقرر تشتغل نظيف. كبي لك كميره هون وهون الا ما تقوم المقتليه. لا انتو عبتادوا مع ابن ابراهيم كثير. هندي ما خص ام ابراهيم، انت فتحت التلفزيونات اللبنانيه وبتشوف العجائب. دات ما بدك تسالني نطرتك. اه اوكي. ليش نطرتيني؟ نيجي قبلني هندي بيسال بدون ما اقول له. اوكي نطرتك لانه عم بحضر اهم فوتوشوت لاهم مجموعه مجوهرات بلبنان. اه هيك دغري على الكبير يعني؟ ان هذه اللبوه من ذاك الشمل. نعم. إبراهيم يا علميون عربي منيح يا بليها. مهم فتح لي جيبك شوي وطلع لي كاميرا لأنه عايز لنسز الكاميرا. يقبلني يلي ناطر الدات حتى عيد الدات صحتين. زينة. ايه بابا. انا بحبك. وانا بحبك كتير. ما اسألك دخلك شو اكل؟ نقي يا هيدي يا هيدي. كملت. يا خيي شو بك؟ ولك نق خلصني بدنا ناكل. يا ليك خيي قوم روح جيب لي كيلو بندوره من ابو صلاح. تعا بتروح عند ابو صلاح بتجيب لي كيلو بندوره. يلا روح. عنتر ليك بتوقف حده بتتاكد انه مش مهريين ما يغشك، واذا بتاكل كرز بشمط لك دينيك، فاهم ولا لا؟ يلا روح. ليش الزبونات بيحبوك؟ لانه احلى طاقه بتجيب. اهلا بعنتر. شو بدنا اليوم؟ هيك تنشوف خيار. مالي قرع كمان رأى. باذنجان. لا بندوره. قد ايه بدك؟ كيلو؟ كيلو كيلو. سلام عليك. مش قلك هيدي بدي ارميها بدي ارميها. كثير عن الشيطان مرتي ما ربتني مثل هيك. شو هو؟ بده يطبخ لك يخنة البندورة؟ بنزينه. ها وطابشين كمان. بدك شي بعد؟ تفضل شرني. سلم. ادمي محضوم بيفهم.
ساعة لتجيب البندورة. ايه ناطرك مثل الكلب. انا وين رحت؟ اكلت كرز وليه؟ عن طريق اللي بدي اقعد نظف من وراك دياري انا هلا. ايه ساعه على شغلك اليوم؟ مش قبل السبعة عشية. هيك بتاخدي ادم معك لانه انا رح اتاخر بالشغل. الله يسعدنا. يصح لك تظهري مع جقل مثلي؟ نسوان اخر زمان. ادم من وين عم تجيب هالحكي؟ بعد الساعة 7 ممنوع تحضر التلفزيون، فهمت؟ حاضر يا بيك. ما تقول بيك. ماشي يا جقل. بيك احسن. حياتنا يا قرعة. ظبط كلامك احسن لك. مين الرجال بالبيت؟ نادية. ايه هيك. طب داد نادية قالت لي لقلك انه جيب لنا كلب. كلب بالبيت؟ ليه ما بكفيها انه انت موجود؟ ايه احترم حالك. عراسي حبيبتي، انت بتعرفي انه انا ما بحب الكلاب بالبيت. بليز داد بنحطه هون بجنينة اصلا كل رفقاتي. الو. ايه مروان، ما تعتل هم. مروان انا رايح عند دولة الرئيس اليوم، بس ارجع جهزه وانا بطلع عليهم. ايه لا من شان المشروع ما تعت. بتريدوا شي تاني؟ سلامتك ام ابراهيم. لكن كوسها باذنجان قرع وبطاطا، يعني مشروع محاشي. بابا بحبها كتير، أصلاً الحبوب عم تعمل له غازات. إيش؟ كتير. دقيقتين بيكونوا كل الأغراض عندك بالبيت يا زينة الحي أنت. ماكس. كم عشتيني. عواف يا أبو صلاح. أهلاً ماكس. كيفك يا حلوة؟ منيحة وأنت كيفك؟ تمام؟ تمام. عنتر؟ سلم يا بلا أخلاق. كيفك يا عنتر؟ كيفك؟ اثنيناتكم صارين بلا أخلاق، إيه؟ واحد ما بده يسلم علي والتاني بطل يزورنا. شو القصة يا عنتر؟ لا أولو، شغل مخربط. ساعة بيحطوني الصبح، ساعة بيحطوني عشية، مخربين الدنيا كلها سوا. شو عنتر؟ حجاج ولا منصدقه؟ خلص خلص صدقتك. خلص بوعدك بالويك اند باخدك مشوار كتير حلو. اتفقنا؟ شو عنتر؟ منصدقه؟ ليه هيك معصب؟ ما عم تطعمي كرز؟ لك قوم قدامي على الشغل انت، انا مش مخلص بغازات بيك، ناقصني عنتر بعد. يلا بدك شيء؟ يلا قوم. باي عنتر. شرف يا استاذ. ماكس سلم لي على بيي وطمنه انه انا منيحه. ماشي يلا يا استاذ. يا هيدا الو. يا انا احمد. يلا عنا ابو سبور، ابو الشطك، ابو الكلاس. لك شو خص الارض بالعلك؟ شو خص؟ الو الو الو. الو عم تسمعني؟ شو حبيت تطلع نت؟ ايه خلص انا بتصرف ولا يهمك. فرك الدينه بس مش اكثر. اوكي ليك اسمعني منيح. الدجاجه فتت على انه نافشه ريشه والملاشه بايدك، فهمك كفايه. لعنة أبو سبور. أرجولي يا أرجولي يا بسرعة.
قرب 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 من هيدا الفرد الوى لمو. لكن ابراهيم انت بتذوق بشركه فالكون اوكي؟ شباب كل واحد بيوصل على موقعه بيطمنا دغري. صباحو شباب. شوفي لا عم يطلعوا فيها شباب. يلا كل واحد ياخذ موقعه احسن ما نتاخر بالشغل. لا انت انزل هلا. بدك تقنعني انه حضرتك مانك عارف شو عملت؟ عن جد ما بعرف شو عملت. من وراك الشباب كانوا قاعدوا ببيوتهم ووقفوا شغل. انا وطي صوتك. انا ومش بس الشباب، الشركه كلها كانت سكرت من وراك. انا لك قلت لك وطي صوتك. شرف ماكس. نعم استاذ. هلا وصل. حاضر استاذ تفضل. انت شو رايك؟ معلم شاورما او نجار بطون؟ ما فهمت شو قصدك. والله يعني عم جرب دبر حالي، بركي بلاقي شي شغلة تاني. ما بتعرف شو بصير. ليه خير إن شاء الله. لك أي خير؟ من امبارح المساء لليوم الصباح في كل شيء إلا الخير. أنت بتعرف هالشي أو لا؟ لا والله مش عارف شي. أنت امبارح ليش كان مسكر تليفونك؟ البند 16 من قوانين الشركة شو بيقول؟ يمنع منعا باتا على الحارس مصادقة أصحاب المنازل المحروسة. ولك ما هيدا يلي بعده؟ يمنع منعا باتا على الحارس التحرش ببنات أصحاب المنازل المحروسة أو تقديم الخدمات بهدف التحرش. ولما هيدا يلي بعده؟ سوري ضيعت الشجر تبعي ونسيت جيب غيره. حلو والله. لا حلو كتير. شرف تفضل. لك كيف بتخلي كلبك يهجم على الصحفيين؟ العمى وصلت للصحافة. كلب شارع يهجم على الصحفيين خلال... لا هلا طلع عنتر كلب شارع. شو هالحكي هيدا؟ كلب شارع شو هالحكي؟ شو هالحكي معقول؟ هيدا صارعة حزام ونحن ما لازم نسكت على هيدا الموضوع نهائيا. وشوف بتعتذر لي من مسيو عنتر وبتقول له اذا عاز علاج نفسي انا مستعد ابعت له طبيب على قلب البيت بيعالجه نفسيا وانا بتكفل بكل شيء. وبس لي اياه عجبين ودخيلا وقول له هو منه كلب شارع، انا كلب شارع. لا 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 حشيك استاذ سمير. لك لا حشيك ولا بطيخ. شو هالحكي؟ عم اقول لك انا كلب وستين كلب. طيب انت الادرى. اسمعي تخزمينه بالمعاش وجمعة سهل. وعدني انه يومين ماكسيموم نجتمع مع المعنيين ودغري بنمضي منبلش توريد الزباله على المعمل. ما راح تعبك على الفاضي يا بيك. يلا هلا بس ارجع على المكتب نجتمع كلنا سوا. اوكي ادم يلا اكتبنا بالسياره. فيني روح؟ لا حياتي ما فيك تروح لانه عندي شغل. لا ادم بليز انت بليز ما فيك. بس هالمرة ادم لا ما فيك خلص. الله يخليك. يلا هاد العاب جيمز تبقى ما تحكي. اوكي هذا برجي مو نمر. يا بيلي هذا كلب مش نمر. طيب اوكي كلب بس انه قوي قد النمر. هذه اختك؟ ايه اشتا. ايه
نعم اختي قشطة ما هيك؟ شو مفروض فيي اقول لك يعني هلا؟ اللي انا قشطة. طيب خي طيب اوكي اختك قشطة. ليه؟ لك عنتر امال حالك مش شايفه. اسمه عنتر؟ ايه اسمه عنتر. هيدا الكولكشن الجديد اللي عنا كتير حلوين عن جد كتير مزويين. لك هيدا شو حلو؟ عم فكر انا بهيدا اللون كتير دارج هالسنة. مزبوط عم شوفه وين ما كان. بتعرف كنت عم فكر لبس الموديل شي على اخضر هيك بيعمل كونتراست حلو مع الاحمر احلى من الالوان الغامقة. لا بلا مزبوط بهنيك كتير مزقة. Thank you so much. طيب نحن عنا 12 موديل بدنا نصورهم، انت نقيتهم ولا بدك نقيهم سوا؟ لا بعد ما نقيتهم، ما دام هون بنقيهم سوا. يلا، بنبلش بهولي، هولي ما هي؟ في هودي وفي غيرهم كمان. هيدا اكيد بنقيه، هيدا بنلبسه مع شيء مفتوح هيك بيطلع كثير حلو. زكي عنتر كثير صح؟ عمو؟ ايو؟ زكي عنتر كثير صح؟ عمو فيك تترك ببطنك سؤالين تسألهم لأمك لما تروح على البيت؟ ما بقدر. ليه بقى؟ أمي ميتة. خب بقى خبصنا مع الصبي مبسوط. بعتذر عمو الله يرحمه. بتحب الكلاب؟ عندك كلب؟ لا بس يمكن دادي يجيب لي كلب ورح سميه ماكس. ما لي غير الاسم يعني على الحكي ان شاء الله داد ما يجيب لك كلب. لا ما ناديه رح تقنعه. مين نادية؟ نادية اختي. القشطة؟ ايه القشطة. هي فيها تسميه ماكس. وين صرت؟ ناطرك. عمو فيني مشي عنتر؟ تتعلم كيف مشي ماكس؟ الله لا يسامحك يا بي على هالعملة. ايه حبيبي ايه خذ قوم مشي. لا سوري سوري لا ما فيك. ليه؟ لا لأنه يمنع منعا باتا على الحارس تقديم الخدمات بهدف التحرش. شو ها؟ فسر له أستاذ إذا فيك. لك مش أختك قشطة؟ إيه. فإذاً إذا خليتك تمشي عنتر بطلع عم أقدم لك خدمات لأتحرش بأختك. شو يعني التحرش؟ لك اتركه بالأرض. ما هو أصلاً عم بدوخ صار له كم يوم عم بدوخ فأحسن ما يرجع يوقع معك. شو الكلب بدوخ؟ إيه. مش هو إنسان؟ لأنه بشر. مش هو كائن والكائنات الحية بتدوخ؟ فهو كمان كائن وبيدوخ. هديك المرة من يومين هونيك هونيك شفت هونيك هديك المرة هونيك أرى الدوخة على الأرض وبطل فيك تقيمه وقشت العالم وكل سوا ديخ؟ شفت؟ أحسن ما نحن طب كيف علي ماي؟ لا 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 شو ماي؟ تركه تركه حرام هلأ لوحد بيوعى. حبيبي أنت يا قلبي يا عمري أنت شو؟ شو حاسس؟ جنني هالمصعد ما بيفهم. في الاجانس بعثوا لي الصور للموديل بركي بنشوفهم سوا ب بتمنى في هالت اللي كانوا في هيدي تلينية ليك هيدي اوكي وفي هيدي هي كمان تلينية بيرفكت انا بيهمني الرقبة طيب صح مزبوط اي هالتلينية فرجيك بعثي وحدة هي اللي هي هي هيدي اسباني بيرفكت كثير حلوين. طيب بدي اطلب منك لسه بعث لي هون ايميلك انا بحضر الميك اب الشعر اللوكيشن وكل شيء بيكون جاهز للميتنج الجاي. شكرا معك انا بانتظارك. ديل ثانك يو. يلا سي يو سون. مع السلامة. باي باي. قوم انطر قوم. ما بيأثر ما بيأثر خلي عم يرتاح شوي. ادم شو عم تعملون؟ ديخ 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 شوي. ان الكلب يدوخ؟ ايه انه اوقات بشوف اشياء يعني بتصير بصير يطلع انه بيطلع ضغطه بصير مثل الاهبل لازم مثل مثل المريض بصير مثل المريض. ايه وشو بتعمل له؟ قشطة. نعم؟ بطعميه قشطة، بياكل قشطة. لك وين صرت؟ شو مرة ولا؟ مثل ما قلت لك جرح كتير بسيط لأنه هيك بيكون كتير صح. اسمه عنتر؟ ايه مزبوط اسمه عنتر وعنتر بيكل قشطة.
حبول انت القشطة. بلا بلا بياكل قشطة. انه بس يدوخ بصير بيتغنج علي بس انه كرمال طعمي قشطة. ابتزي اسعى عاطفي، عرفتي كيف؟ فانه بحب القشطة، شو بعمل له؟ طيب نمشي قدم؟ يلا تشرفنا. باي عمطر. باي. نادي انتبه. عدد لا 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 هيك مش صح ابدا. العمى بعيونك حامي شو غبي، ولا بعتك تتفرك له لينت، ولا مش هتهوزقني. لايك ولا اذا بيحكي كلمه وحده بدي ردلك على الببروني، فاهم ولا لا؟ ابرة عاج. شردين انتو يسعدوا. مسعد شو بك لحنم مال لمال؟ والله هلكني يا زلمي. هيك مش صح. والله بعتذر، بس انت بتعرف الوضع وموضوع زينة، لازم تعمل بعرف لازم تعمل العملية. معلي صبرت 10 سنين ما صار لشي، وهلأ ما حيصر لشي اذا صبرت 10 سنين وكم يوم. بأمرك انا، بس كان المفروض كان من المفروض انه نجتمع اليوم، وكان من المفروض انه تجي غرام وتسمع الاغاني وتبلش بروفيت. بس جد علي شغل، شو بعمل لك؟ على كل حال طمني، عملت لي غنية اخت محدوشي؟ جاهزة رح سمعك. هلا بدك تسمعني؟ هي اصلا غرام اللي بدها تسمع. بدك تنتبه، هيدي المخلوقة عندها امكانيات ممكن تعمل نجمة عالمية. ايش امكانياتها يعني؟ دخلك صوتها حلو. بدك تسمعه عن قريب، شوف شو حلو. جامد ولا اجمد من هيك؟ شوف مسعد، يلا روح على بيتكم وانطر مني التليفون هاليومين نلتقي بالمعمل. بعدك مذكر وين؟ اكيد هيك بيكون صح. سلام. دير بالك على الزباين يا عبود. حاضر معلم. يلا عنتر على النوم. يلا تأخر الوقت، قوم يا أستاذ عنتر. لك خلصني بقى. يلا قوم. بسلم عليك عنتر وبقلك تصبح على خير. Thank you.
اسمه عنتر؟ ايه مزبوط اسمه عنتر. وعنتر بياكل قشطة. حبول انت القشطة؟ بلا بلا بياكل قشطة. صرت منيحة؟ منيحة. تعال حياتي قد منيحة. طب بتعرف قد منيحة؟ قد منيحة. آه ساري بتعدي مثل عنتر. أنا عنتر يا فرعوز. تعال بسألك سؤال. أنت عرفت شو اسم صاحب العنتر؟ لا ما سألته. الله كيفنا نعرف وين ساكن؟ أنت ما بدك تشوفه لعنتر؟ عنتر ولا صاحب عنتر؟ شو محتلي يا فرعوز؟ هيك بتحكي مع أختك؟ هيك بتحكي مع أختك؟ لا مش موضوع سرقة. اللي بده يسرق ما بيضرب بالسكين. أكيد مش راح يعترف. أنا كل اللي بدي إياه بدي أعرف مين بعته. شكرا معليك. يعطيك العافية. منا سرقة. ألو مروان، من بكرة بدي حراسة مشددة على الولاد وين ما يروحوا وين ما يجوا. مش من بكرة، من اليوم. شكرا. شرط انه فيها بهدله ثانيه. مبسوط البحر؟ ليش؟ شوف شو كاتبين عن عنتر بالجريده. كلب بوليسي يحبط عمليه سطو على احد محلات المجوهرات في العاصمه ويهزم 4 من افراد العصابه. ما هو واحد ما في غيره. انت شو خسران بدي بيع شيء من جيبتك؟ هيدي اكبر دعايه للشركه. يعني مبسوط مني؟ لك شو مبسوط؟ انا مكيف. بتعرف شو؟ راح اصرف لك شهر مكيفه وراح اعطيك عطله 3 ايام انت وعندك. هيك بتريحوا اعصابكم. على فكره هيك بيعملوا باوروبا. انا ممنونك يعني بس انه والله ما في داعي. لك شو ما في داعي؟ انت وعندك الابطال. مش هيدي زيت الجريدة اللي كتبت عنه انه كلب شارية؟ لا ومستعملين زيت الصورة كمان. خلاص ما في مشكلة، هلا بنطلع بنصور كم صورة جديد وبنوزعهم على المجلات. تاكل كنافة. المعمل جاهز وعملنا تيست على المكنات كل شيء تمام. يعني مش باقي غير انه نبلش. عاد يعني الامور بلشت تتحسن. يا رب. صباحك يا بيك. أهلا مروان، شو الوضع؟ كله تمام. هذا الملف فيه كل الدراسات والعقود يلي بعتها المحامي. يعني كل الشروط المتفق عليها مزبوطة؟ أكيد يا بيك. صار لازم نحن هلأ. عفوا. ألو. أهلا أهلا أستاذ. عاد عاد. اتفقنا. بكرة الساعة 1 الظهر. سلام خاص لدولة الرئيس. شكرا كثير. يعطيك العافية. بكرة الساعة 1 الظهر رح نمضي. هذا التليفون مكتب دولة الرئيس. خي ألف ألف مبروك وحيد بيك. مبروك. يعطيكم العافية أنتم شباب. اسمعوني منيح. نحن كل دقيقة لازم نستثمرها. نحن عم نسابق الزمن والزمن عم يسابقنا. يا بيك في حدا ترك لك هيدا المكتوب. شكرا ليلى. توفيق توفيق تنزل على المعمل.
بتبلغ رؤساء الاقسام انه بعد ساعه في اجتماع. ساعه بيكون الاجتماع جاهز بالاذن. مروان I feel good. خير يا بيك، في شيء؟ أنا كنت عارف الموضوع ده سرقة ولا شيء. معقول؟ أمونتك أبو صلاح. تكرم عينك، إيدي ارجعي تعي. نجي. أهلا، إيه عمو خير؟ عم نبش على شاب معه كلب اسمه عنتر. عنتر، تعرف شو نسيتني؟ عنتر وماكس. عنتر يا شيدة طلعي. من هون لفوق؟ أيوة. أوكي. بدك شيء هيك؟ نعم، ماشي كثير. الله معكم. ردي ناديه ردي. رايح على البيت وطمع على البيت. طمني اذا عرفت شيء. فورا. الو. اهلين يا بيك. راحت هي وآدم ولا ما بعرف. طيب طيب ماشي فهمت. افتح الباب. لا لحظة لحظة حبيبي، نحن تشرطنا وربحت الشرط وقاعد عم بطبخ لك. قوم افتح الباب. شوية نخوة وافتح الباب. مين يا عنتر؟ عنتر؟ مين يا عنتر؟ شو انت كل ما اشوفك بتدوخ؟ هاي عنتر. يا شاب هيك كثير صح. سوري تأخرت عليكم. صرتي أحسن؟ بكتير. طلع اسمك ماكس؟ مثل الكلب بدي يجيبه. طيب طيب سمي روكي. سوري نحن جينا فجأة، بس كنت بدي أقول لك مرسي عم بارح. لا بسيطة، ما عملت غير اللي لازم ينعمل. وعنتر كمان، هو يلي لقط الحرامي. ثانكس عنتر. لقشطة عم تقول لك ثانكس، سلم عليها. أنا محترم حالك. معليه معليه، صاروا يعرفوا. أصلاً هو كان بده يتحرش فيكي. شو؟ مين بده يتحرش فيي؟
هو امبارح قال لي انه خليك فضيحه على الاخر. عم بحكي كنت عن عنتر انه ما بحب حدا يتحرش فيه. شو بك يا خلفان؟ ما كنت امبارح عم تقول لي انه اختك قشطه. انت قلت عن اختك قشطه؟ واذا حدا تحرش فيه بدوخ بتقوم تعطي قشطه ما هيك؟ شكلك رح تطعميني قتلي ما هيك؟ فينا اطلب منكم طلب بس بليز ما تخجلوني؟ اكيد. فينا اعزمك انت وعنتر على الغداء؟ نو. لانه نحن اصلا عم نطبخ سو نعزمكم نحن. وريحة الحريق هيدي مقصودة بالطبخة؟ قوم طفي الغاز لشوف. وين بدك تغدينا؟ هذا تشريج أو ثابت؟ ثابت. شوف يا وحيد، أنا بيك اللي مثلك بيقلي وحيد بيك. خلينا بالمهم، في شوية أمور إذا تعاونت فيها معنا بتطلع من هون معزز مكرم. شو بدك؟ هيك صح. رح استضيفك عندي 3 ايام عبال ما يمرق موعد توقيع اتفاقيه معمل النفايات، وهيك انت بتقول للعالم انك مسافر برحله سياحيه، عم بتموه عن نفسك يعني من ضغوطات الشغل. والشغله الاخيره رح خليك تتصل بعائلتك وتطمنهم عليك. فيك تقول لهم انك عم تحضر حفله جاستين بيبر او حدا، وهيك بيكون كل شيء صح. جايز في مطعم هيك لذيذ عنده قاعده برا، عنتر بيقعد ونحن عم نتغدى، رح احجز. اوكي؟ اوكي. ادم تعطيني سريراري؟ اف ذات داي شي 100 مرة. نام من البيت كمان. خطه مسكر. هاي يا إبراهيم، بتعطيني دات بليز؟ لمين متصل؟ شو؟ ليش شو صاير؟ يلا يلا رح اجي، يلا. في شيء؟ ما بعرف، بس دات بليز لأم إبراهيم قالت نروح على البيت وما نظهر قبل ما يجي. بس إنه ليه خطه مسكر؟ روى بتكون طافية بالطريق؟ يعني مش رح نروح نتغدى؟ ماكس قال لي سوري بس لازم الغي العزيمة وروح على البيت. اي سبا بس في شيء بقدر اعمله انا موجود. ثانكس. بس انه فيك تجي معنا، داد اصلا كان بده يتعرف عليك ليتشكرك. اوكي. اتفقنا. شكله قطف. ادم احترم حالك. عشان عم تضحك؟ ليك بما انه صار كل شيء على المكشوف، في اسألك شغلة؟ معك 3 ايام تسأل اللي بدك اياه، نحن على الهوا، تفضل. عندك اولاد؟ وفرت عليك حكي 7 ساعات ومحاضرات ما هيك؟ بدك تحكي وتطلب مي لتبر ريقك وترجع تحكي وترجع تبل ريقك، لشو الحكي؟ مصروف ريق. الو ايه انا لا زعوم ماما عم نعمل ايه طيب ليلى، لكن اذا رجع اتصل او رجع المكتب دغري حكينا بليز. يلا باي. بيك
في شي داد؟ لا حياتي، داد قوي ما بيصير له شي. كتر خير الله، رح اعمل لكم شي تشربوه لتروقوا، اوكي؟ ثانكس يا مرحبا. الو؟ ايه مين؟ ايه توفيق؟ لا منه هون. اهلا ليلى. يا مروان مين ما بيسأل عن واحد بيك قولي له ما بعرف وينه منه بالشركة، اوكي؟ او قولي له مسافر فرد مرة. بس من شوي اتصلت نادية وسألت عنه. نادية؟ عاساس نزل يشوفها. هلا انا بشوف شو القصة. على فكرة كل ايميل بيوصل على الشركة ما بتحولي لحدا، تتركي له يرجع وحيد بيت، اوكي؟ يلا باي. طيب مش كان مع مروان اخر شيء؟ بلا، بس لما داد ظهر من الشركة مروان بقي هونيك. طيب دقي له بكل الاحوال بركي بيعرف. هيك رح يصير. هذا داد عم يدق. الو داد وينك؟ شغل بالنا عليك. انت منيح؟ ايه حبيبتي انا منيح. اضطريت سافر على قبرص ثلاث ايام جد علي شغل. قبرص؟ انت هلا بقبرص؟ ايه نعم. اتصلت فيك لخبرك بس ما رديتي. ايه سوري كان تليفوني بالسيارة. انت وين هلا انت وادم؟ نحن بالبيت واول ما وصلنا خبرتنا ام ابراهيم. ايه خبرتني ام ابراهيم انه تيتا عايدة مريضة. كنت بدي زورها بس اجتني هالسفرة. تيتا عايدة مريضة؟ اوكي اوكي داد. اوكي هلا بتصل فيها وبتطمن عنه. انتبهي على خيك بليز. اوكي داد، وانت كمان تبع حالك. هو ده اللي حكينا ايه؟ وخليكم بالبيت وما تظهروا لو شو ما كان السبب. ليه داد في شيء؟ لا حبيبتي ما في شيء. بس اعملوا مثل ما عم بقول لك. ما تظهروا غير بارجع انا. واذا اتصلتوا فيي ولقيتوا خطي مسكر بكون مشغول. برجع انا بحكيك. اوكي داد. I love you. I love you too. لك برافو الشطور اللي بيسمع الكلمة. شو مخرج؟ بيربح معنا. الحمد لله على السلامة. بلعبنا على الفاضي ها؟ بس تيتا عايدة ميتة. حدا يفسر لي هلأ. أنا رح أستأذن عندي مشوار صغير وبرجع. رح أجيب معي عشا كرمال يصير في بناتنا خبز وملح. شو في شيء أكلة مشهورة بقبرص؟ خلص رح أجيب لك معي حمار قبرصي. ملاحظة، حركات جاكي شان ما بدي إياها. نحن مش بفيلم. بعدين الشباب برا مطلوبين على WWF. شو يعني هلا؟ يعني داد مخطوف وعم بجرب يفسر لنا بدون ما ينتبهوا. يا دلي دل لدارك يا بنتي. انا اكيد انه انخطف من ورا زباله. ما فهمت شو له علاقه بيك وزباله؟ ما هو له فتره عم بيشتغل على معمل ريسايكلينج وكان في كثير عالم عم بيحاربوه. مثل ما عرفت انه المشروع رجع مشي، فكل العالم اللي عم بيستفيد من زباله ما رح تكون مبسوطه ابدا. يعني خبريت امبارح مقصوده؟ بعتقد ايه. لكن ما لازم تبقوا بالبيت. لوين بدنا نروح؟ حيلا محل. لما يقول لك مرتين خليكي بالبيت يعني لازم تفلوا بسرعه. هودي عالم بيعرفوا شو عم يعملوا. طيب ام ابراهيم بليز دبينا شوي طيب انا وادم. بسرعه ام ابراهيم بليز. يلا يلا. في شيء مطرح بالبيت كشف على الطريق؟ ايه في تراس بس ليه؟ بدي اشوف اذا في حدا عم بيراقب الفيلا. عنتر تعال. يلا
الو حاولي لي. الو اهلين استاذ. لا والله منه موجود، سكر خطه، ما عندي فكره. اكيد اكيد رح خبره. تكرم، مع السلامه. شو عم بصير اليوم؟ الو توفيق، اهلا بالشاب الحلو. كل الدراسات والكونترايات اللي وصينا عليها المعلم صارت معنا، وانا كمان بعت ميل باسم الشركه بنعتذر فيه عن توقيع العقد مع الدوله، لانه مش رح نقدر نلبي الشروط. والباقي عليك. هيك انت صح الصح. شايف هيدا البغل؟ بدنا نزحته. مسعد اسمعني وركز منيح. لا 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 عن جد ما عم صدق. لا توفيق ما تحكي معه ابدا. توفيق اخر هم الماما هم شي حيداد. لا بليز بليز ما تتعاطى معه، ما بدي اعرف انه كشفنا اللعبة. اوكي؟ طيب انا بحكيك عشان يلا باي. شو صار؟ استاذ مروان له دخل باللعبة. مروان؟ ايه مروان الحيوان. الله لا يوفقه، ان شاء الله بيتفركش وبفك رقبته. طيب طيب هلا اهم شيء انه نظهركم من هون. يلا شو عشان بين لك وليد؟ لك انضمي حبيبتي. اسمع يا استاذ، ولو خسران اللي بيرجع لورا. ارجع يا حسنة تكتي لك قنين وتتعرج لك راسك. ها بك امي روقي، ان شاء الله روقي. رياضة لعب وفن واخلاق. شو بدي انت فوتي الضبة بعدين ابعتي لي رجال لحتى يحكي معك. جاي بقى وخلصنا الحاجة تنط. جاي انا بدي نط. بعدين انت مين قال لك تنزل؟ ارجع توصل على بيتك هلا. لا طول سنك عبي، احسن ما اوصل لك اياه. بدك تقصيله لسانه؟ اي ولا لمسح فيك ارض الملعب وليه؟ ارض الملعب ولا لمسح فيكم ارض الحمامات؟ شو؟ ولك مش عارف يلا من راسك سيفون يا شباب؟ لك اهجموا يلا. يلا هيدبهم بعض. روح انت كمان روح. واو عن جد كتير حلو شغلك. ثانك يو.
أنا بعرف شو يعني حدا محبوس. الطريقة الوحيدة اللي أهرب فيها من حبسة إن أحول القفاص لزينة. إن شاء الله يرجع بيك بالسلامة. حياتي. Thank you. Thank you. Okay. 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 بعتقد إنه فينا نوصل له على طريق مروان. إيه بس مروان مش أهبل حتى يروح مطرح مع مخطوف. بس يمكن يكون أهبل وعم يحكي مع يلي خاطفينه بتليفونه. إن شاء الله بيتفركش وبفك رقبته. بس كيف رح نوصل على تليفونه؟ بدنا نسرقه. نسرقه؟ واو، يعني من وول ستريت لسيكوريتي لحرام. عبارة تلعبة. مين منكم بيعرف يمسي؟ هابي هالوين؟ هابي هالوين. ندق لعواطف ولا مسعد. بسارة براجي بسارة براجي بسارة براجي نشوف البخت بسارة براجي بس والله يا زين عيونك تقول اشياء كتير والله واللي يأذيك يشوف تجمر وميلة البخت بسارة براجي بس جايز انه انا طول عمري عبالي كون ممثلة يعني بس مونيكا بلوتشي مش بسارة انت بسارة وطالعة قشطة شو تركت الغير ادوار عم تغزل فيي ماكس انا لا اكيد لا بقى انه معنا الحكي بس على فكرة انا عبالي اقول لك شيء قولي اجا مروان مين مروان لك شو مين مروان اجا مروان جاهز 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 عم انا اسالك مصاب وسائل كمان بركاتك يا ام ابراهيم بسارة براجي بسارة براجي نشوف البحر حرامي مصعد دورك دورك حرامي اوكي اوكي عليك أيها اللص قبضت عليك ألا تخاف من الله يا بلا ضمير مش أنا بتقوخ هرب طب من الله ومن عبيده طب هيا لك مش أنا الحرامة أنت من؟ لك أنا المسروق المسروق؟ إيه المسروق ابن حنظلة يا أهلا وسهلا تعال لا تؤاخذني يا بني لا تؤاخذني فأنا ضرير لا أرى مش الحال لا 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 لن تذهب قبل أن تقول سامحتك يا خي أوكي لا ليس أوكي قل سامحتك سامحتك سامحتك, سامحتك. وين رأسك أستغفر الله ربي وأتوب إليك سامحني يا رب لأنني ضربته بلا ذنب اغفر لي يا الله لك شو عم تعمل مغفلك السيارة شو مغفلك السيارة لك مين طلب منك وفخة الله لا يوفقك شيل له الصابون بسرعة بدي لحقه لمين لك شو دخلك لمين شيل له الصابون بسرعة خلصني شيله بدي لحقه خلصني لحظة شو هيك؟ كأني بعرفه لهالرقم هذا صاحبها لغرام مين غرام؟ جمال صاحبها لغرام يلي بتغني؟ ما غيره طيب شو بدكم تعملوا؟ هدي المعمل الضوء اللي جاي من هونيك وهي سيارة جمال هاي سيارة داد توفيق لينا داد ايه اتصل بدرك
في ما بعرف وين انه معمل مقفل. ايه انه في حرس يعني المفروض يكون هون. ليك رح ابعث لك لوكيشن على واتساب. اوكي يلا باي. اوكي يا جماعه خليكم انتم هون، انا بدي اروح استكشف الوضع. ادم خلي عنتر معك، يلا وطوا صوتكم لما طلعوا صوت. ماكس اتبع حالك. زلمة انت ليه هيك مكش؟ جيب لك رغيف سخن؟ حك لك شوي طيب. ها؟ مش عايزك. اجا الغرام كله يضحك لي. يسلم لي الغرام شو مشتاق له. أنا زابلك؟ والله شغل يا حبيبتي. خلص يومين ومسعد بيسلمني الغنية. وأحلى فيديو كليب لأعمل لك ولجيب كل الممثلين بالبلد يصوروا فيه. بعد ما رد خبرتوا فيه؟ لا ما رد. شو بك؟ عنتر كل الحرش ما لقيت تعملها غير هون. فطسنا. اوكي في أربعة عم يحرسوا المدخل ما في حدا غيرهم. اوكي جوا في حركة بس ما قدرت تشوف مين. طيب الدرك بدهم وقت ليوصلوا؟ طيب أكيد شو سوبرمان هني. بس نحن لازم نفوت هلا. وين بدك تفوتي مجنونة أنت؟ أنا رح فوت. لا عمي خلص عدي 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 خذي نفس. رح نفوت. اوكي معناتها هابي هالوين. هابي هالوين. شو هالصوت؟ قوم شوف لي شو في جوا. بدي كسرك. والله ما ليش تاني بيربقلي. شو بعمل لك؟ انت قشطة وهدول بيربقوا. عوافي يا شباب. يا هلا. انتوا طالبين بيتزا؟ لا والله. ما طالبين دليفري؟ لا لا ما في دليفري. كيف ما طالبين؟ ايه مش طالبين دليفري. لما تلفنوا لعنا على المحل وقال بدكم انتوا اربع بيتزا؟ مش انتوا؟ لا لا. مين انت؟ شو شايفني لابسه؟ كاتومن. برافو يا شاطر. لكن مين أنا؟ جمال مش معكم؟ جمال المعلم هذا. والله غيابة يا شباب. والله والله. لألكم؟ يلا جبنا لكم إياهم سخنين ها؟ لا تاكلوا تنبسطوا. ها؟ بأمرك أنا. تفضل. خبركم نكتة؟ لا. قال مرة في واحد كتير كبير هيك عنده عضلات روح ليتحشر بنت صغيرة قام رشته بميز. عرفتوا ايش عملت فيه؟ وبعدين؟ لا كمان لا. ما عرفتوا ايش عملت فيه؟ هيك! حبيبتي هلا برجع بحكيكي بعد شوي. ايه اوكي. يلا جو انتر جو! ماكس شو؟ ماكس شو؟ أنا مخبرك إني مخاف من العتمة. خلص شو؟ إذا شميت ريحة بيبي بكون أنا اللي عملتها. شو؟ داد؟ داد وينك؟ رصاصة تانية براسه. يا أهلا وسهلا. وأخيرا اكتمل عدد المشتركين وصار فينا نبلش الحلقة. ألو عمو توفيق وين صرت؟ ايه ادم انا بطريقي لعندك ومعي الدرك. كمان شوم كلهم وداد معهم جوا. طب رو ادم خليك محلك انا رح اوصل. اوكي ما تطول انا ناطرك برا.
نحن قلنا ما منحب أفلام الأكشن، بس إذا مفكرين إنه رح تخلصوه من دون ولا ضربة كف بيكون فيلم هندي وكتير فاشل. تعرف مسعد؟ أنت أكتر واحد قهرني، يعني لو بقيت بالفن ما كان أحسن لك، مع أنك كتير فاشل، بس أكيد وقفة العود أحسن لك من وقفة الجنزير. داد أنت منيح؟ يا روح الداد، يا بيست الداد، أنت ما بتخافي على ضفيرك إنه ينتزعوا ضفيرك اللي كتير حلوين؟ شو بتسموه؟ الكادور؟ نحطه له شو؟ وحيد؟ يا عيب الشوم عليك، عندك بنت هالقد سكسي وما بتقلي ولو ما صرنا أصحاب يا زلمة؟ فلوك البنت أنا عندك. وبركي بدي أكتر. شيل فرد من يدك وتأخذ أكتر. لا يا سكرتي لا، أنا بعد ما نقصني إلا أنت، إنه شايفني حمار لحتى شيل الفرد من إيدي ونعمل مشكلة أنا وياك ونتعارك ونتضارب وبالآخر تقرطني قتلة، بتكون أنت الحمار. عنتر ست. كان باقي يومين وكنت رحت على بيتك معزز مكرم، بس شو بدي اعمل لك؟ طيب هني مصرين على الاكشن وانا ما بحب الاكشن. اخرتك مثل البسينات. بقولك برا مثل البسينات ولا ضربه كف. شو رح تعمل غرام بليك لما تفوت على الحبس؟ ما رح تقدر تصور معه ولا فيديو كليب. هيك مش صح، اكيد انتو هبلان. الفرد معي وانتو مربطين. الجبان يلي مثلك الضربة دايما بتجي من ورا بنص ظهره. آدم! يلا يا جماعة تعبنا. يا مسعد مبسوط بهالآخرة؟ منيح هيك؟ من وول ستريت للسكيورتي لحرامي وبعدين عبتيل منيحة. لك حتى مسعد تركني وراح راح يسمسر عسديه. ولك شدوا ليه؟ شو تقيلي؟ ما قالي غيرة ولي وقت عمتا؟ 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 عمتا؟
يا كلب. يعرف وين طريقه وبيرجع لبحاله.